نسمع. ونفذة فرق المراقبة الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بالكيف بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية في الكيف خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر حملة وقائية استهدفت عدد من المطاعم المدرسية بالجهة وفق ما أكد المدير الجهوي للصحة بالكيف. إذا أسفرت عملية المراقبة عن حجز 60 كيلوغرام من الأرز الفاسد و16 كيلوغرام من السكر منتهي الصلوحية بمطعم مبيت المعهد النموذجي في الكيف. إذا تم حجز علب ياغورت منتهية الصلوحية وكمية صغيرة من اللحوم الفاسدة بعدد من المطاعم المدرسية بعدد من معتمدية الولاية. وكان هذا في إطار التنسيق بين مصالح حفظ الصحة ومديري المؤسسات من أجل المحافظة على صحة التلاميذ. هذا وأضاف نفس المصدر إن التنسيق متواصل بين مصالح إدارة حفظ الصحة والمؤسسات التربوية لمعاينة المواد الغذائية المشبوهة وين يتم في كل مرة رفعها وإتلافها. هذا وأكدت التحاليل المخبرية عدم صلاحيتها. مواصلين أخبارنا وين حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالكيف حوالي 600 كيلوغرام من معجون الطماطم و200 كيلوغرام من مادة العجين الغذائي و240 لتر من الزيت النباتي المدعم كانت ستباع خارج مسالك التوزيع العادية بأحدى الأسواق الأسبوعية وفق ما أكد عبد الرؤوف الخميسي المدير الجهوي للتجارة بالكيف. هذا وتم تأمين المحجوز بمستودعات الإدارة الجهوية للتجارة إلى حين استكمال الإجراءات والترتيب المعمول بها في مثل هذه الحالات. تمت عملية حجز كبيرة البارح في أحد الفضاءات في سوق أسبوعية، كانت مواد مدعمة معروضة معناها على قريعة الطريق وفي التراب أو بأسعار معناها ماهيش عادية. طبعا المخالفة تعتبر مخالفة خطيرة بالنسبة لنا كإدارة جهوية وكمراقبة اقتصادية، فتولى الأعوان حجز كامل الكميات المقدرة بحوالي 600 كيلوغرام من مادة الطماطم اللي هي مادة مؤطرة وحوالي 200 كيلوغرام من مادة العجين الغذائي اللي هي مادة مدعمة ومؤطرة للأسباب المذكورة. طبعا في نفس الإطار وفي إطار الحملات متاع مراقبة المطاعم والمسالك توزيع كيف مادة الزيت النباتي، تم حجزها حوالي 240 لتر من الزيت النباتي المدعم كيف ما كنتوا تشوفوا فيهم في التصاور، كمية كبيرة بعض منها معبأ في لدائن بلاستيكية من 20 لتر ومن 10 لتر ومن 5 لتر، وهذه حاجة ممنوعة باعتبار أنه الزيت النباتي المدعم مخصص للاستهلاك العائلي فقط لا غير. مواصلين أخبارنا وإن أثارت الصور الصادمة اللي نشرتها قناة نسمة لمبيت الطالبات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية في الكيف الرأي العام في تونس، ودفعت بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإرسال فريق إداري لمعاينة جملة التجاوزات خاصة في ظل وجود صعوبات تسييرية كبيرة داخل المؤسسة وتبادل الاتهامات بين الإداريين بخصوص الوضعية الكارثية اللي تعيشها المؤسسة الجامعية العريقة هذه في جهة الشمال الغربي. أوسيخ في كل مكان، بنايات مهترئة، أسرة مهشمة، دورة مياه معطبة وروائح كريهة تنبعث من المبيت الجامعي للطالبات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف. تنضاف لها تفاقم المشاكل الإدارية وتعطل التواصل بين مديرة المؤسسة وباقي الإداريين. نعتبر أن الوضعية أضخم وأمر وأتعس من تواجد بعض الجرذان في المؤسسة. هي المؤسسة في حد ذاتها هي نزلت في منحدر وتولت عبارة على سمحني في الكلمة مستنقع على جميع المستويات، على المستوى التكويني، على مستوى البنية التحتية. خدمت 3 شهور التجهيزات والمبيت والحالة اللي كانت فيها معناها ما تمكنش معناها باش نجموا نسكنوا فيه طلبة. المطعم كانت التجهيزات نتاعو يعني بريسك معطبة. وكان فريق قناة نسمة تنقل سابقا على عين المكان ورصد الوضعية السيئة اللي يعيشها المبيت هذا، وين قامت قناة نسمة بنشر صور فئران وجرذين تلهو فوق أفريشة مبيت الطالبات أثارت جدل كبير، عقبها تأكيد مدير المعهد على تجاوز الإخلالات هذه. فرصة باش تخلي سلطة الإشراف وتخلي السلطات مختلفهم ينظروا للمعهد هذايا، يسرعوا في الأشغال باش نحسنوا فيها ظروف الدراسة بالنسبة للطلبة وظروف كذلك السكن بالنسبة للطالبات اللي أمهم المبيت متاعهم. وزارة شؤون
شؤون الشباب والرياضة تفعلت هي الأخرى مع ملف الوضعية الصعبة اللي يعيشها المبيت، وقامت بإرسال وفد إداري من الوزارة لمعاينة جملة التجاوزات واتخاذ مجموعة من القرارات اللازمة. الإشكالية هي محل متابعة من الوزارة، والدليل أنه تم مراسلة جاتنا من طرف السيدة وزيرة شؤون الشباب والرياضة موجهة للسيد ولي الكاف تعلن فيها على موافقتها بإضافة اعتمادات تقدر 2.2 مليون دينار، معناها من أجل إصلاح المبيت الخاصة للفتيات ولتحسين الوضعية متاعه اللي أصبحت وضعية الحقيقة تستوجب التدخل. ويبقى التسريع في تنفيذ جملة القرارات هذه أمر مطلوب لانتشال مبيت الفتيات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف من الوضعية الصعبة اللي خلت ومرت على الفئران والجرذين بعد ما لقات ظلتها في أكياس القمامة وأكوام الأوساخ الملقاة في كل مكان.